لي حديث ودي معكم وبشكل سريع عن العلب المخصصة لتوزيع الأطعمة، خصوصا تلك المصنوعة من الألمنيوم أو المصنوعة من البلاستيك. وفي هذا الطرح لن أستهدف المطاعم لأنها محلات تجارية ولا تبالي بالعناوين الصحية، وهدفها في الأخير هو التحصيل المادي. هدفي بالدرجة الأولى من وراء هذا الطرح المضايف وأماكن التوزيعات، أذكر إلك كمقدمة في البداية أن الألمنيوم يتفاعل مع الأطعمة خصوصا لما يكون فيها أحماض أو أملاح، ومو شرط تكون الأحماض موجودة بعينها، حتى بعض الأطعمة أو بعض الإضافات اللي فيها سايتريك أسيد مثل الطماطة تسبب هذا التفاعل وهجرة الألمنيوم من العلب إلى الأغذية، بالإضافة لهذا وجود الأملاح اللي أنت يمكن ما تستشعرها. الغطاء اللي يوجد فوق علب الألمنيوم تلاقيه في الغالب مصنوع من الورق، ولكنه واقعا مغلف ببلاستيك. جرب عرضه للحرارة أو ضعه في الفرن أو في الميكرويف بتشوف البلاستيك يتكتل، وما له داعي أدخل في بقية التفاصيل، وهذا يعطيك مؤشر بطبيعة المخاطر. شنو مخاطر الألمنيوم؟ هذا ما هو موضوعي، ولن أتحدث عن النسب والحدود اللي تأكد عليها الهيئات الصحية العالمية والويكلي بروفيجنال انتيك، الحد الأسبوعي المسموح به وغيرها من تفاصيل. بالنسبة إلى العلب البلاستيكية، البلاستيك عموما لما يتعرض إلى الحرارة يبدأ يلين، خصوصا لما تكون في بعض المواد مثل الزيوت، بغض النظر عن العبارات المكتوبة عليه مقاوم للمايكروويف، مقاوم للحرارة، بلاستيك مقوى وغيرها من عبارات. ولما تكون داخلة في صناعة بعض المواد الخطرة مثل البيسفينول اي او الفيثيليت، اهني تبدا المخاطر اللي هي واقعا تتشابه في اشكالها مع الهرمونات وتتداخل مع عمل الغدد، وتاثيرها يبدا من زياده الوزن الى احتماليه دخولها كعوامل مسرطنه. ولن ادخل في بقيه التفاصيل، الا اقولها كخلاصه، جميل ان تكرم الضيف عبر اطعامه، ولكن جميل ان تكون هذه الضيافه مكتمله عبر بقية العناوين اللي من أهمها العنوان الصحي. فلو وضعت مثلا لافتة وكتبت عليها لأسباب صحية، تفضل معنا إلى المجلس ورايح نخدمك بعيوننا، أو احضر آنيتك معك المصنوعة من الزجاج أو الفخار أو الستيلس ستيل، ولك منا ما تريد، رايح تكون صدقة جارية وترسل رسالة صحية جدا جميلة، خصوصا في المناسبات الاجتماعية المهمة. أنا أقول أنت كمضيف حر، والناس كضيوف أيضا أحرار، وما على الرسول إلا البلاغ المبين.